أستاذ فتحي، في البداية كيف تقرأ عودة تنظيم القاعدة لمحافظة أبين إلى الواجهة بعد أن كانت أعلنت الحكومة الشرعية طردها من محافظة أبين بشكل تام؟ الحقيقة سبب عودة القاعدة وانسحاب قوات الحزام الأمني في أبين هو لضعف الحزام الأمني في الأساس وبنية التركيبية خلال الأشهر الماضية. للأسف الشديد هناك أجهزة أمنية كثيرة في عدن ولحق أبين لم تؤسس بشكل أمني صحيح، ولجأت الجهات التي تشكلت هذه القوات إلى استخدام مقاتلين مدنيين لقيادة أجهزة أمنية. قلنا أكثر من مرة بأن هذه الأجهزة الأمنية هي بحاجة لضباط من الجيش أو من قوات الأمن المتدربة الفاهمة على العمل الأمني الصحيح، وهذه فقط وحدها التي يمكن لها أن تدفع بالعملية الأمنية إلى الأمام. لكن ما حدث هو تجميع المئات من المقاتلين المدنيين وتلبيسهم الزي الرسمي والدفع بهم كقوات نظامية. هذا جزء من المشكلة. والمشكلة الثانية هي أن تواجد القاعدة في أبين هو تواجد كبير ويعود إلى العام 2011، وقوة القاعدة في أبين هي ليست مثل القوة الموجودة في محافظات أخرى كلاحق وعدن. أستاذ فتحي، هي تنطلق من أبين. أفهم من كلامك أستاذ فتحي بأن يعني تريد القول بأن الأجهزة الأمنية في محافظة أبين ربما يعني تديرها يعني عناصر ليست لديها الخبرة الكافية لإدارة هذا الملف الخطير في محافظة أبين بالكامل. يعني هذه جزئية لا يختلف عليها أي شخص. هناك غياب للمهنية للحرفية في مجال العمل الأمني، والكل تحدث أكثر من مرة في عدن بأن الأجهزة الأمنية في عدن وفي لحج وحتى في أبين هي بحاجة لإعادة صياغتها بشكل كامل. يمكن لهذه الأجهزة أن تعمل مجددا بطريقة صحيحة في حال ما تم اختيار أفراد متدربون على العمل الأمني بشكل سليم.